الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب النبي المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب النبي صاحب الشفاعة العظمى، وله المقام الأسمى، واسمه على أبواب الجنة مكتوب. فبداية نتوجه بخالص الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، معالي وزير الأوقاف، لرعايته واهتمامه بهذه المنظومة الاجتماعية وإيصال لحوم سكوك الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية والأشد احتياجا. وبفضل الله تبارك وتعالى وصلنا حتى الآن كده 4 طن النهاردة، وقديما 42 طن، يبقى إجمالي ما وصل لمحافظة ومديرية أوقاف بني سويف 46 طن لحوم سكوك أضاحي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. يوم الاثنين 28/9/2020 تم وصول السيارة المحملة بلحوم سكوك الأضاحي، وفيها 4 طن من لحوم الأضاحي، ليصل عدد ما وصل إليه توريده في الجيزة إلى 46 طن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، تسلمت اليوم الاثنين الموافق 28/9 مديرية أوقاف القاهرة عرض عثمان من لحوم الأضاحي لتوزيعها إلى الإدارات الفرعية، حيث تقوم الإدارات الفرعية بتوزيعها على المستحقين، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف وإلى جميع العاملين بهذا المشروع، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. والسلام عليكم ورحمة الله.